ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرض شاب يبلغ من العمر قيد حياته 29 سنة لاعتداء شنيع على يد مجهولين أدى إلى وفاته بعدما أقدم هؤلاء الأشخاص على ذبحه بلا رحمة ولا شفقة ليلة البارحة الجمعة 1 مارس 2019 حسب ما توصلت به ماروك أخبار يومية. كما توصلت ماروك أخبار يومية بصور للهالك المدعو عمر فريقش والموجز في القانون بجماعة مولاي إسماعيل بمكناس والذي جرى ذبحه في غفلة من الجميع على يد مجموعة من الأشخاص من بينهم فتاة. وذكرت مصادر ماروك أخبار يومية أنه جرى اليوم السبت 2 مارس دفن جثة الراحل بمقبرة سيدي مسعود بالمدينة بحضور أفراد عائلته وأصدقائه. هذا ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية للمدينة تحقيقا في ظروف وملابسات الجريمة الشنعاء التي أودت بحياة شاب في عمر الزهور، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.